أكد الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المهرجان يشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة. وأشار عمرو الفقي إلى أن المهرجان يعد فعالية متميزة تضيف إلى الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. نجحت الدولة في تحقيق معجزة العالمين الجديدة لتصبح محطة أنظار العالم، وللتكامل مع هذا النجاح الذي حققته الدولة في إنشاء هذه المدينة الساحرة، فكرنا في إطلاق مهرجان العالمين الجديدة يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتضم فعاليات المهرجان أنشطة مختلفة في مختلف المجالات الفنية والترفيهية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والرياضات المائية وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية، ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة، ويعد فعالية مميزة تضيف إلى ظاهرة الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.